قتلى عظيمة، وهذه إلى الآن كما أعلم أنها أكبر عملية قام بها شخص واحد، عملية فردية يعني قام بها شخص واحد. نعم. رائد كان متعلما حيث كان يدرس المحاماة في أمريكا وكان يعيش في أمريكا، وكان رحمه الله أيضا يملك النقود، يعني لم يكن فقيرا، كان أهله وضعهم وما زالوا يعني فضل الله عز وجل أن أهله. ولكن الرائد قال أنا أؤثر إرضاء ربي والجهاد والقتال في سبيله على حياتي الشخصية، وأنا لا أريد أن أتزوج من هذه الدنيا، أريد الحور الحسان. هذا كان قوله رحمه الله. أنا ما بسامحه لا الدنيا ولا آخر لزيد. زيد وأتباعه اللي بيلحق الضرر بالناس هو هذا لا يخاف الله. مش كل واحد بيصلي وبصوم هو يخاف الله. وودوا رائد للعراق وأشكيهم لواحد أحد. لو حكوا لرائد بدك تروح تسوي هيك هيك، لو انه بنتحر عندهم ما بقدم على العمل هذا، مش ممكن.